بدر، أظن هنا هتبقي على راحتك. أصل الوكندات الأيام دي محدش بيعرف ينام فيها. ألف شكر يا نشأة دي. العفو، على إيه؟ عن إذنك. أنت شايفة كده؟ أنت واقف كده ليه؟ هو إحنا مش هننزل؟ هننزل طبعا. بقولك إيه؟ خد دول اركب بيهم تاكسي. اركب تاكسي ب 100 جنيه وتشتري شوية حاجات لعيالك وأنت مروح. فاهمني طبعا يا مصر. فادية، فادية، تعالي يا بنت هننزل تاني. انت اللي هتنزل لكن هي لا. انا مش زي ما انت فاهم، انا شبيه ولا البنت من اياهم، عيب كده. يلا